الله يبارك فيك يا حبيبي على كل الانجازات الكبيره دي. طب محمد اجي لك، يمكن لازم نعرف الساده المشاهدين ميدالياتك خدتها في ايه؟ انت واخد 5 ميداليات، 4 ذهب وواحد فضه، خدته في ايه؟ خدت ذهب في 100 حره و200 حره و400 حره و400 متنوع، والفضه كانت في 200 متنوع. ما شاء الله، يعني انت يمكن عمتك الاساسيه او الاساسيه كرول، مش كده ولا لا؟ حره. ودي يعني بيبقى فيها منافسات صعبه لان دي السباحه الاساسيه. مظبوط. طيب مين في السباق دي تفتكر مين اللي خد وراك تاني تالت، يعني برضه من النادي الاهلي ولا كان منافسات بره النادي الاهلي؟ لا كان بره النادي. بره في السباق دي؟ كان منين مثلا لو خدنا 100 متر حره؟ كان نادي هليوبلس والمعادي. والمعادي و200 برضه هما هليوبلس والمعادي. هما نفس السباحين دول برضه ماشيين معاك؟ لا ده هما قصدينا. قصدينا جايين لك مخصوص. انت 2007 ما شاء الله. 2007. طيب خلينا نقول مثلا انه ليه سباحه؟ انت من ناشئين النادي الاهلي؟ من صغرك؟ من صغري. طب فاكر دخلت سباحه ازاي؟ انا دخلت كان عندي مشاكل في صدري، يعني حسيت صد جيوب انفيه، فايه يعني الدكاتره قالوا ان انا ابدا سباحه عشان يعني اعالج المشكله دي، يعني عشان اقوي نفسي وكده. يعني بدات وانا عندي 5 سنين، بدات في المدارس يعني، ومن ساعه ما بدات منافسات وانا يعني في النادي بتمرن مع مدير قطاع ناشئين. وبدات تحقق ارقام كويسه، فبدات المدربين تعرفك، وبدات خدت اختبارات. ده بالاختبارات بتبقى مع عندكم يعني. اختبارات بتبقى قويه جدا ومنافسه كبيره بينك وبين زمايلك. دخلت الاختبارات دي وعديت اختبارات النجوم. عديت 3 نجوم. 3 نجوم. طيب مين اللي كان بيوديك التمرين بقى، بابا ولا ماما ولا الاثنين ولا ايه؟ الاثنين يعني. طبعا على طول. ومفيش حد يعني ما كانوا مواظبين على التمرين، بس سبحان الله يعني انت عارف دايما في مثل يقول لك رب دره النافع. انت حسيت صدرك خليتك بطل سبحان الله. يعني دايما الرياضه يعني تاخدنا لحته ثانيه، ان انت ممكن حتى لو عندك مشاكل في التنفس، مشاكل صحيه، بالعكس الرياضه بالذات السباحه تقوي مناعه. طب صدرك دلوقتي عامل الحساسيه؟ ما فيش. لا دلوقتي احسن كتير يعني. اللهم صل على النبي. ما شاء الله، يعني الرياضه جابت نتيجه. اكيد. طيب اروح